مهلا نور، وصلنا لمحطتنا الختامية. وبهذا الوقت اللي نحن فيه، وخصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة، مثل ما بنعرف كل صيفية ومن وقت ما بلشت كورونا بلش الهاجس تبع الأشخاص، كيف بدهم يعرفوا انه الأعراض اللي عم يتعرضوا لها مثلا من ارتفاع درجات حرارة الجسم أو الإسهالات انه هي ناتجة عن مثلا ضربة شمس ولا كورونا ولا شو السبب؟ أكيد سلمى، وهذا موضوع جدا مهم لأنه أحيانا بيصير في اختلاط بالأعراض والعالم ما بتعرف تتعامل معها. خلينا نتعرف كيف فينا نتعامل مع موجات درجات الحراره العاليه، قديش فعليا ممكن يكون في اعراض بتشابه بيقولوا لك هي اعراض كورونا، في اختلاف ببعض التفاصيل، واكيد اسلوب حياه بالاخير فينا نعتمده. كل هاي التفاصيل رح نحكي عنها اكثر مع ضيفتنا الكيميائيه براءة حداد. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. يا صباح الخير، صباح النور. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. يعني دائما بيكون عندنا مشكله احيانا نابعه من الغذاء نفسه، يعني اذا بعدنا عوامل الحراره والطقس، الغذاء بيكون كثير مسبب اساسي، ممكن عدم طريقه حفظنا الصحيحه لبعض المواد الغذائيه او اكلنا مثلا من السوق ممكن يكون مسبب للاسهال وارتفاع درجات الحراره. كيف فينا نبلش مثلا غسيل الخضره، الفواكه، هي التفاصيل كلها اذا فينا نطلع عليها بالبدايه؟ صحيح، منقول يا صباح الصيف والشوب، وإن شاء الله هيك دائما منشوف الناس بصحة وعافية إن شاء الله يا رب. إن شاء الله ما مننكر أنه بالصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة بتكتر الأمراض كتير، لأنه الحرارة العالية هي عامل لتواجد الكتير من البكتيريا والجراثيم والذباب وغيرها. فلذلك نحن بدنا نكون حريصين أولا من البيئة المحيطة اللي نحن موجودين فيها. ثانيا الإنسان بالصيف بتلاقيه حر منه مقيد، اما بالشتويه بتلاقي لا جدا مقيد. صحيح. باللباس وبالطريقه الطلعه والمشاوير وغيرها، اما بالصيف ابدا نحن ما بيكون عندنا الوعي الكامل، يمكن الناس ما بتكون مصدقه انه اجى الصيف واجت وقت الفوته والطلعه. حتى بدي اقول لك انه ما بنكون حريصين على غذائنا يعني ناكله بطريقه كثير منتظمه، لذلك بصير فوضى بالاضافه للعبس. حتى اذا بدي اقول لك انه في ناس بتاكل اكل او بتشرب مياه او بتشرب انواع من العصائر مش معروف مصدرها. فانا بدي بلش بالاول انه هي درجه الحراره العاليه انا بدي اكون حريصه بالتعامل معها. اذا بدنا نحكي على الغذاء، حضرتك تفضلتي وحكيتي انه مشان موضوع الحفظ وغيره، اليوم مع انقطاع التيار الكهربائي للاسف وهذا الواقع تماما. لذلك نحن بنقول بننصح باي عائله سواء كانت عائله كبيره او صغيره انه مشان موضوع الغذاء نشتري على قدنا ونطبخ على قدنا. حلول هلا الاغلب كله عم يعمل هيك تماما صحيح. حسب المعيشه، بس للاسف ممكن تضطري تتركي شيء لتاني نهار. اكيد بس آلية حفظه لنضمن السلامه بشكل الفريزر. ما عاد يعني نحن بالبراد بطبقات البراد نحن ما عاد عم نحط غير الخضار والفواكه، بينما اكل مطبوخ اصلا هو يفضل ينحط بالفريزر. يعني تخيلي الفريزر يعني درجه حراره ناقص 18 يعني اللي بنسميها نحن تحت الصفر، فهذا هو كان الحل الانسب. اليوم كثير من الناس بيقولوا لك نحن خسرنا المونه من وراء هاي القصص. صحيح. اليوم المونه صار لها تعامل بطريقه ثانيه، لجأت الناس الى التجفيف ما لجأت الى التفريز. يعني رجعنا للطرق القديمه، الطرق البدائيه للانسان، ان كانت تجفيف لمواد غذائيه وان كانت وضع بالمياه والملح. هذا الشيء يمكن شفته اكبر نسبه من سيدات المنزل لجأت لهي الطريقه. يعني اليوم بتقلك انا بدل ما احط البازيلا بكياس انا لا لازم ارجع جففها مثل ايام ستي. صحيح. نحن بهي الطريقه قدر الامكان بكون انا حميت وحافظت على مستوى الطعام اللي عندي. كمان مو معقول يعني انا اشتري وكب حرام. صحيح. لانه مجرد قطع كهرباء لمده ساعه شو بتعمل؟ ارتفاع درجات الحراره، نحن عم نحكي على درجه حراره ما طبيعيه، يعني بتوصل لفوق ال40. هذا الشيء بينعكس على البراد. اي طعام لو كان مطهي بعد ساعه انت اعتبري حالك حاطتيه على رف يعني هلا انت البراد عندك هو تحول لعباره عن رف. تمام. مع ارتفاع درجه الحراره بده يصير ان كان في عندك انت طابخه بماده دهنيه او زيوت صار في عندي تفسخ دهني بتلاقي في ريحه طلعت، انت عندك نسبه من المياه بتضل ضمن الطعام، فانا صار عندي شيء اسمه فطور او عفن، لذلك بتشموا هي الروائح الكريهه. هي اذا بدنا نحكي على هذا الموضوع. طيب في كثير ناس بتعمل انه انا بغلي الاكل اكثر من مره، يعني ما بدي احطه بالبراد بغلي، هذا الشيء ممكن يحفظه؟ بدي اقول لك شغله، الغلي انا بستخدمه لكلمه ولا المي والطهي الحليب مثلا انا بغليه كثير. تمام. لكن انت خلي الحليب بدون براد،
فورا بترتفع درجة حرارة الحليب بيؤدي إلى ارتفاع الحموضة، لذلك بتلاقيه رسب. أما الطعام هو الطهي، مو معقول يعني أنا قديش بدي أطهي مثلا الخضروات اللحوم سخنهم كل شوي، مو منطقي. غلط 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 أبدا، أصلا بيفقد قيمته الغذائية كاملة. لكن أنا في عندي طرق تانية حتى نشتغل نحن عليها بهذا الموضوع. طيب خلينا نحكي عن المتحور الجديد لكورونا، في أعراض جدا مشابهة فينا نقول مع ارتفاع درجات الحرارة، أو فينا نقول من خلال أكل بعض المواد الغذائية اللي يكون فيها مشكلة. للأسف للأسف إيه. هلأ كموضوع طبي كلياتنا بنعرف أنه يعني ما عاد حدا بيخفى عليه الموضوع المتحول الجديد والأعراض، لكن المتحول يعني خلينا نقول نحن مع بداية الصيف صرنا نسمع بهذا الموضوع أكثر، المتحول الجديد. فاليوم بتلاقي في الالتباس الكبير نحكى أنه من أعراض المتحول هو الإسهال الشديد. طيب أنا اليوم ما بدي أقعد شخص مرضياً، يعني أنا بدي أكون بعيدة شوي عن الحالة الطبية، خليني أحكي أنا شوي بالحالة المتواجدة اليوم، ليش الإنسان بيصاب بالإسهال؟ ليش هذا الالتباس من وراء المتحول؟ أولاً أسباب الإسهال كثيرة، طبعاً هأحكي عنها غذائياً والمواد الكيميائية كيف بتعكس على الإسهال. واحد بدي أقول عدم غسل الخضار والفواكه والورقيات بالطريقة الصحيحة، هي أول نقطة. رح أقول لك شو السر بهذا الموضوع. نحن بوزارة الزراعة بتلجأ لخطة للقضاء على الذباب والحشرات لحماية المحاصيل الزراعية ومشان تحسين الإنتاجية، ففي خطة لرش المبيدات. معناتها أنا لما بتجي لعندي الخضار والفواكه بضل عليها أثر كتير طفيف. طيب طريقة التعامل مع هذا الموضوع كيف عم بيكون؟ الخضار والفواكه بدي اغسلها من آثار المبيدات، إن كان في عليها آثار فطور خاصة على الأطراف، بتلاقي مثلا التفاحة في إلها هي الـ 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 الخشبة الصغيرة يعني اللي بتلاقيها معلقة بالغصن، هون مطرح ما بتلاقيها، هون بتلاقي بهي الحفرة مادة لونها أبيض هي عبارة عن الفطور. طيب يا ترى نحن كإنسان بنعرف نتعامل معها؟ أولاً غسيل الخضار والفواكه عندي عدة طرق، إذا ما عندي برمنجنات البوتاسيوم أنا عندي طريقة أني جيب الخضرة أو الفواكه إنقع بمي حط لها نقطة من سائل الجلي بغسل عدة أو مرات ملح. ممكن. الملح أو في عندي الخل، بننقع الخضرة بملح لفترة معينة بعدين بنغسلها هو تماما، أو المادة الأسرع إذا بدك بيكربونات الصوديوم معلقة واحدة من بيكربونات الصوديوم. قديش المدة الزمنية بتختلف بين الملح وال يا دوب ربع ساعة الكل. هلأ بيكربونات الصوديوم هي مادة نحن بننتظر لحتى يطلع منها غاز ثاني أكسيد الكربون، والمادة الثانية اللي بتطلع منها هي كربونات الصوديوم، هي تعمل على إزالة الأثر المتبقي من المبيدات. تمام، لكن أنا بدي غسيل مستمر. الورقيات النقع بالخل لمدة نصف ساعة تقريبا، الخس المفروض تتفتح الوراق كلها، البقدونس المفروض أنا باعد بين الوراق أنا لحتى أضمن أنه المي لامست الورقيات كلها. طيب النقطة هاي حكينا على الخضار والفواكه، تاني ينطهي اللحوم بشكل جيد. اللحوم بيبقى فيها بكتيريا السالمونيلا والإشيريشيا إيكولاي، مجرد أنا ما طهيت على درجة حرارة عالية وشفت فوران المي هذا الغلي أنا أمنت أنه إن شاء الله حماية للجسم، وأنا ما عاد في أنواع من البكتيريا أو الجراثيم أنه تأذي الجسم. ثلاثة، بفصل الصيف يفضل يعني إن شاء الله يا جماعة الوجبات الدسمة، أي شيء بتشتروه من برا هي وجبة دسمة، سواء كانت مقالي أو بطاطا أو الوجبات اللي بتكون محضرة بالتيفال على الطريقة السريعة، كلها تحوي زيوت نباتية مهدرجة. إذا أنا أخذتها بشكل يومي أنا بصير عندي إسهال. النقطة الثانية، نحن في عنا حساسية بالأمعاء. النقطة الثالثة، إذا بتلاحظوا بوقت الظهر محلات الوجبات السريعة بيصير فيها كتير ازدحام من الناس، طب هدول الناس عم تاكل بدرجة حرارة عالية يعني معرضين للشمس. هي أحد الأسباب اللي الإنسان ما بينتبه لها. النقطة الثانية، أنا بدي أحذر من المايونيز. المايونيز اللي عم بيكون بالساندويشات يعني مع الاحترام لجميع المطاعم والمحلات، مع الاحترام الشديد لإلهم، لكن في نسبة كبيرة من الناس بتعمل مايونيز بيحطوا له بيض وبينخفى. طيب البيض فيه نحط بشكل ني، البيض فيه مادة سالمونيلا، عفوا مو مادة، نحن بنسميها بكتيريا أو جرثوم. طيب إذا ما نحطت بالبراد بدرجة حرارة كمان تحت الصفر، فأنا أمنت بيئة
يعني صارت بيئه صالحه ليرجع البكتيريا تنمو من جديد. فلذلك احد مظاهر التسمم اللي بتشوفوه اليوم هي من البيض اللي بيكون موجود بالمايونيز. تمام. هلا كمان معظم الاطفال والناس بوقت الصيف بتلجا للسباحه. صح. كل الناس إذا يعني إذا بيطلع بإيدهم بشكل يومي أكيد ما بيقصروا، وغير ملامين الناس بسبب ارتفاع درجات الحرارة وللأسف ما في كهرباء بالبيوت. طيب برك السباحة إن كانت مسبح أو بتعرفوا في أطفال بالريف ممكن نبعة صغيرة نهر صغير، للأسف إنه نحن ما في رادع أو بالأحرى أحيانا يعني بتغيب النصيحة عن عيون الناس أو الأذهان أو يمكن فقدان السيطرة على الأطفال. السباحة بالمسابح أولا بدي يكون حريص أني أخذ أدواتي معي على المسبح. النقطة الثانية بدي أعرف أنه هذا المسبح نظيف ومفلتر فيه نسبة من الكلور، طبعا أصحاب المسبح بيعرفوا يقوسوا تركيز الكلور اللي موجود فيها. طيب السباحة يا ترى ما إلى أوقات؟ أكيد إلى أوقات. أكيد أنا ما فيني أسبح بعز الظهر يعني بين الـ 11 والخمسة إلا إذا كان مسبح مغلق، لأنه التعرض لأشعة الشمس شو بيصير إذا طفل أو شاب أو سيدة بأي الأعمار كانت عم يسبحوا بدرجات حرارة عالية. واحد طالما في درجة حرارة معناتها جسمنا متعرض لإلها، الجسم عم يفقد الرطوبة. اثنين المي فيها كلور، الكلور ببلش بيتبخر حتى نحن بنصير بنستنشق كمية كبيرة من الكلور، عدا عن إنه اللي بيشرب مية المسبح طبعا هي افعال مانا اراديه خاصه ما فيك تسيطري فيها على الاطفال. فهي الاسباب. النقطه الثانيه انا عندي بكتيريا مستمره بالمسابح. تمام. ليه؟ لانه تلامس الاجسام يلي فيها يعني ممكن المسبح تلاقي فيه 10 15 حسب العدد اللي موجود، كل جسد فيها له بكتيريا معينه خاصه فيه عم تنتقل للمسبح. اوكي انا عندي الكلور منيح وتركيزه منيح، لكن انا بدي اكون حريصه على النظافه، ووقت ما اطلع من المسبح بدي اكون حريصه اني الاستحمام اخذ كاسه حليب. اللي بيطلع من المسبح نحن بنفضل انه يشرب كاسه حليب. ليش؟ اذا كان ابتلع كميه من الكلور فالحليب بيتفاعل مع الكلور اللي تواجد بالمعده وبيطلعه برا الجسم. النقطه الثانيه السيدات ينصح انه يغسلوا شعرهم يحمموا جسمهم منيح وما ياكلوا اي وجبه دسمه بعد المسابح خوفا من الاقياء السريع اللي بيصير بهذا الوقت. يعني النصائح كثير مهمه ونتمنى الكل يكون استفاد منها. الوقت داهمنا، ولكن ممكن بحلقات ثانيه نحكي ونتوسع اكثر بالموضوع. الكيميائيه براءه حداد، شكرا لوجودك معنا. شكرا لك.